آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعًا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فلله الحمد وله الشكر على أن مد في العمر ونسأ في الأجل إلى أن أدركنا هذا الموسم العظيم شهر رمضان، فله الحمد والشكر. وهذه وقفات يسيرة، تأملات في آيات الصيام التي ذكرها الله تعالى في وسط سورة البقرة، وكتب فيها الصيام على هذه الأمة. أول هذه الوقفات تذكير الله تعالى لعباده بالتقوى، فإن الله جل وعلا حينما افتتح آيات الصيام ختمها بالتقوى، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وختم جميع آيات الصيام كذلك، فقال سبحانه: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالأولى بالخطاب، والثانية بالغيبة. وهذا تذكير من الله تعالى بأن يكون المسلم متحصناً بهذه التقوى في كل أحواله، ولا سيما إذا كان صائماً، فإن الذي يصوم عليه أن يكون متقياً لله تعالى، مراقباً له سبحانه، محافظاً على جوارحه من أن يقع في شيء من الإثم أو المعاصي التي تسخط الله جل وعلا، لأن التقوى هي من الوقاية، أخذ الوقاية من عذاب الله تعالى وسخطه باتباع أوامره واجتناب نواهيه، كما فسرها طلق بن حبيب: أن تفعل ما أمرك الله تعالى به على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. والذي لا تؤثر فيه التقوى في هذا الصيام فليس لله حاجة في صيامه، كما ثبت في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذه وقفة يسيرة. والثانية الوقفة الثانية وهي تيسير الله تعالى في مشروعية الصيام، فإن الله تعالى قد أحاط الصيام بالرخصة والتيسير لبعض أهل الأعذار، وقبل أهل الأعذار بيّن الله تعالى لهذه الأمة أن الصيام كان على من قبلنا من الأمم، من اليهود والنصارى مع الاختلاف في ذلك، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وإذا كان غيرنا قد صام فإن هذا يدفع هذه الأمة إلى القيام بهذه الفريضة على أتم وجه وأحسن حال. وأيضا من التيسير والتخفيف تذكير الله تعالى لنا بقوله: أياما معدودات. والأيام المعدودات هي الأيام المعلومات، وهي قليلة، إما 29 يوماً أو 30 يوماً. فقوله تعالى أياماً معدودات هذا من باب التشويق والتخفيف على الصائمين. قال العلماء: أياماً هنا نكرة، والنكرة لها ثلاثة أحوال: إما أن تكون للتقليل أو للتعظيم أو للتكثير، وهنا للتقليل، لأنه جاء بعدها قال أياماً معلومات، فقوله معلومات أي قليلات. ثم أيضاً من الرخصة أيضاً أن الله تعالى رخص للمريض والمسافر، ويدخل في ذلك أيضاً المرأة الحامل والمرضع، فإنها تترخص إذا خافت على نفسها أو جنينها أو رضيعها في ذلك. وقد كان الصيام في أول الأمر هو بالخيار، من صام له ذلك، ومن لم يصم فعليه أن يطعم مسكيناً كل يوم. قال تعالى أياماً معدودات، فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم جاءت الآية التي بعدها وهي إدراك شهر رمضان، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال أهل العلم هذه الآية نسخت ما تقدم
وقال ابن عباس إن الآية محكمة يرى أنها ليست منسوخة وأنها باقية في الرجل الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يطيقان الصيام فإن لهما الفطر في ذلك، ولذلك أبقى الله تعالى الرخصة للمريض والمسافر، فلما أخبر بعد أن فرض الصيام حتما على المقيم الصحيح قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، أعاد ربنا جل وعلا الرخصة مرة ثانية فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لئلا يتوهم أن الرخصة الأولى قد نسخت فهي باقية للمريض والمسافر في ذلك. ولهذا قال تعالى في آخر الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فكل ما شرعه الله تعالى على هذه الأمة فهو فيه رفع للحرج والتيسير. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن تأمل فرائض الإسلام وجد أن الله تعالى قد يسرها وسهلها ورفع الحرج فيها، وليس هذا موضع بسطها. وأما الوقفة الثالثة فهي في إنزال القرآن في رمضان، قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولنزول القرآن تنزلان، التنزل الأول نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وهذا كان في رمضان، قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال جل ذكره إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا، ثم النزول الثاني نزل بعد ذلك مفرقا على حسب الوقائع والأحداث، وابتدأ نزوله أيضا في رمضان كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن أول ما ابتدأ به النبي عليه الصلاة والسلام الوحي إلى آخر الحديث فأنزل الله تعالى عليه صدر سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا القرآن هو هداية للناس أجمعين. يقول ابن كثير رحمه الله امتدح الله تعالى شهر رمضان بقوله شهر رمضان، ولذلك سماه الله تعالى باسمه الصريح تعظيما لهذا الشهر وتوقيرا له، ولم يسمي الله تعالى شهرا من الشهور باسمه سوى رمضان. وقال ابن كثير أيضا امتدح الله تعالى كتابه الكريم وأنزله في هذا الشهر العظيم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فهذا القرآن العظيم هو الذي فيه السعادة وفيه الخير وفيه النجاة والفلاح للعباد. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فلا سعادة للعباد ولا صحة ولا أمن ولا استقرار إلا بالعمل واتباع هذا القرآن الكريم. وأسعد الناس هم المقبلون على كتاب الله جل وعلا. قال العلماء في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فما هو حق التلاوة؟ قالوا حق التلاوة يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فأما اللسان فهو بتصحيح التلاوة وإقامة الحروف ومخارجها وصفاتها وعدم تداخلها الحروف بعضها ببعض، وأما حظ العقل فهو الفهم والتدبر لآيات القرآن الكريم والاتباع لمعانيه، لأن الله تعالى يقول في كتابه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، وقال سبحانه ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأما القلب فحظه التأثر والاتعاظ بما يسمع أو بما يقرأ، فعليه أن يعمل بما في هذا القرآن العظيم. لذلك كانت عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن العظيم في رمضان تزداد، كما قال ابن عباس وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، وكان في السنة الأخيرة عارضه بالقرآن مرتين، فكانت عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزداد
بالقرآن في رمضان. وكان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يقبلون على القرآن ويختمون فيه عدة ختمات، فلذلك ينبغي الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتتعتع فيه فله أجران: أجر المشقة وأجر التلاوة. فعلى المسلم أن يخصص وقتا لتلاوة القرآن الكريم، وقتا طويلا في هذا الشهر العظيم، ويغتنم أيامه ويغتنم لياليه. وأما الوقفة الرابعة فهي عبادة الدعاء في شهر رمضان، عبادة الدعاء. لذلك ذكر الله تعالى في وسط هذه الآيات، ذكر آية الدعاء، وهي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فيها مجيء هذه الآية بين آيات الصيام فيها حث على الاجتهاد في الدعاء في رمضان، خصوصا عند الفطر وعند إكمال عدة شهر رمضان. والصائم حينما يدعو ربه فهو حري بالإجابة، ولذلك جاء في الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حين يفطر عند فطره. واختلف العلماء في قوله عند فطره، فمنهم من قال إنه يكون قبل الإفطار، ومنهم من قال إنه يكون بعد الإفطار، والجمع بين الأمرين هو الأولى في هذه الحال. ولذلك قال العلماء عند هذه الآية، وهم يذكرون سبب نزول وإنما هو تفسير لهذه الآية، جاء من حديث أبي موسى الأشعري عند الإمام أحمد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها، فرفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل، فقال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعاً بصيرا. ومنهم وقال بعض أهل العلم: إن اليهود جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا محمد، تزعم أن ربنا يسمع دعاءنا وقد قلت إنما بين كل سماء 500 عام؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. فهذه آية عظيمة جليلة، ولذلك لم يأتي فيها كلمة قل، لأنه لا يصح أن يكون بين العبد ودعائه لربه وسيطا من أحد كائنا من كان، بل يتوجه إلى الله جل وعلا. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم تأتي كلمة قل كما جاءت في الآيات الأخر: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال، على أن الإنسان يتوجه بالدعاء إلى ربه ولا يجعل بينه وبين ربه واسطة من أحد من المخلوقين على الإطلاق. قال تعالى: إني فإني قريب. قال الشيخ السعدي: فإن القرب هنا نوعان: قرب خاص وقرب عام. قرب خاص للمستجيبين لربهم، وقرب عام بعلمه جل وعلا، يعلم ما يدور في خلقه. وقال بعض العلماء: تعالى يستجيب دعاء. لذلك يجب على المسلم أن يكثر من الدعاء في رمضان، لا سيما وهو صائم وعند الإفطار، لأن الإنسان عند الإفطار منكسر وضعيف ومحتاج إلى طعام وشراب، فهو حري حينئذ بهذه الإجابة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لإتمام شهر رمضان ونحن في صحة وعافية، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، واجعلنا يا ربنا هداة مهتدين، واقفين عند حدودك لا معتدين، متبعين لسنة نبينا لا مبتدعين، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها واجتماعها وأتلافها، وأن يحفظنا جميعا وجميع المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن ينصر